الحديث عن مبدئية الحوار هو يعتبر حديث عن مبدأ أساسي من المبادئ التي قام عليها فكر الإمام الأستاذ عبد السلام ياسين، ومن المبادئ الأساسية التي لطالما دعت إليها جماعة العدل والإحسان، لأننا نؤمن بأن حجم الفساد الذي حصل وتراكم وعمق أزمات المغاربة هي من العمق، وهي من الفداحة، وهي من التجدر، بحيث لا يمكن أن يقوم بها وأن يوجد لها حلا طرف واحد مهما كانت عدته العددية ولا عدته الفكرية. فبالتالي لا ينهض لهذا العبء الثقيل جدا إلا الهم الجماعي وإلا الجهد الجماعي. لهذا دائما نلح على ضرورة الحوار، ليس باعتباره وسيلة تكتيكية، ولكن باعتباره مبدأ استراتيجيا وأساسيا ومبدئيا بالنسبة لنا. هذا الحوار دائما نتحدث عن الحوار المفتوح. حينما نقول بأنه مفتوح فهو مفتوح على كل المواضيع، ومفتوح على كل الاحتمالات، ومفتوح على كل الأطراف إلا من رفض. لا أظن حينما نتحدث الآن عن حينما نتحدث عن اللحظة الآن، لا أعتقد أن هناك قواسم يمكن أن نجمعنا مع أو مواضيع يمكننا أن نتقاسمها مع الحكومة كفاعل داخل 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 المجتمع. لماذا العدل والإحسان والحكومة؟ لماذا هذا الثنائي؟ لا أجد هناك منطقة للجمع ما بين هذا. إن كان هناك حوار مفتوح، نحن نتحدث عن الحوار المفتوح. الحوار المفتوح يكون على مرآة من الناس، نحن لا نتحدث عن حوارات كواليسية نرفضها ولا نقبلها بالبت والمطلق. نتحدث عن حوار مفتوح، من شروطه أن يكون مفتوحا على الشعب، بمعنى أنه على مرأة ومسمعين من الشعب، يحضره من يرغب ومن له مصلحة في مائدة الحوار ومصلحة داخل هذا الوطن. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب، بارتاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.